موجز الاخبار، اهلا بكم. اجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي زياره تفقديه للمحطه الارضيه لحقل ظهر في محافظه بورسعيد، وفي كلمه له اكد الرئيس ان الدول تبنى بالعمل والامانه والشرف، واشار الى ان ما ينفذ من انجازات لم يكن ليحدث بدون الاستقرار والامن وثبات المصريين، مطالبا بعدم الانسياق وراء محاولات نشر الفوضى التي تهدد فرص الاستثمار في تحقيق هذه الانجازات. شارك وزير الخارجية سامح شكري في الاجتماع الوزاري الاستثنائي ببروكسل للجنة تنسيق المساعدات الفلسطينية. أكد شكري موقف مصر الراسخ تجاه القضية الفلسطينية وأهمية بذل كل الجهود من أجل الدفع بعملية السلام ما بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وحث شكري المجتمع الدولي على التحرك من أجل إحياء عملية السلام وفقا لمقررات الشرعية الدولية. أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات تسييم المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام الأكواد المطلوبة لإدخال بيانات ممثلي الصحف والقنوات الفضائية لتغطية الانتخابات الرئاسية المقبلة. من المقرر أن تقوم الصحف ووسائل الإعلام بتفويض مندوب لديها لتسلم هذه الأكواد من الهيئات التي تتبعها حتى يتمكن ممثل وسائل الإعلام من الحصول على التصاريح اللازمة لتغطية الانتخابات. أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس على قائمة الإرهاب، وتضمن إعلان الخزانة الأمريكية إضافة حركة الصابرين الفلسطينية وحركتي حسم والثورة على قائمة الإرهاب الأجنبي. بموجب هذا التصنيف يمنع أي مواطن أمريكي أو مقيم في الولايات المتحدة من التعامل مع هنية، إضافة إلى قيام السلطات الأمريكية بتجميد جميع ممتلكاته وأمواله الواقعة ضمن أراضي الولايات المتحدة. نهاية موجز الأخبار، شكرا لكم، وبعد قليل تأتيكم بين السطور إلى ملتقى